طيب تعالى بقى ندخل الزمالك بيهدد فاركو. شان مرتضى منصور ده لعيب يعني. لعيب. نادي فاركو زعلان. وانا حكيت لكم قصة محمد صبحي. يعني فاركو معوش عقد اللعيب. ما مضاش اللعيب على عقد. ما مضاش اللعيب على رغبة. ما بعتش الفلوس لنادي الزمالك. ما عملش اي حاجة. طيب فاركو بيقولك انا هروح للفيفا. المستشار مرتضى منصور اعلم منذ قليل ان لو فاركو راح للفيفا المستشار هيقول له حاضر. الفيفا هتسأل الزمالك ايه اللي حصل. بص بقى يا ست فيفا صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. السنة اللي فاتت كان عندي لجنة. اللجنة دي بعت اللعيب بنية البيع. لجنة ايه يا سيادة المستشار؟ لجنة ما هو انا تم حل يعني مجلس الادارة بتاعتي دلوقتي تم حله وجت لجنة. ليه تم حله؟ عشان في تدخل حكومي من وزارة الشباب والرياضة. تدخل حكومي؟ حضرتك ما انا بس جاي لك في الكلام. لا ما تكملش. احنا هنوقف النشاط الرياضي في مصر. ففاركو لو راح الفيفا يشتكي الزمالك بدون ما يحس هيوقف النشاط الرياضي في مصر. لان الفيفا هتطلب من الزمالك توضيح. وضح. فالمستشار هيوضح. التوضيح ده هيبقى لازم هيبقى فيه تدخل حكومي. النشاط الرياضي يتوقف في مصر. عرفتوا ليه فاركو مش هيقدر يلجأ للفيفا؟ عرفتوا ليه فاركو هيخشى من الاقدام على هذه المخاطرة؟ دي بقى ايه حتة في النص كده قلت اشرحها لكم بشكل يعني ايه مميز والكلام الجميل ده. طيب المستشار مرتضى منصور كان عامل النهاردة مؤتمر صحفي. وانا هقول لكم هجيب لكم النهاية في موضوع الصفقات وهريحكم في موضوع الصفقات. وانا النهاردة كفيل انتم كلكم اخواتي واصحابي وحبايبي يعني ربنا يعلم وربنا يديم المحبة اللي بيننا يعني. هخليك النهاردة تفهم كل حاجة في موضوع الصفقات وتريح نفسك من الهلك والهجوم من الصفحات الزملكاوية على نادي الزمالك. النهاردة عمال نادي الزمالك عملوا وقفة احتجاجية وبيدعموا المستشار مرتضى منصور بسبب الحجز على أرصدة النادي. هتقول لي الموظفين والعمال بيطبلوا المرتضى منصور. لا هم مش بيطبلوا له. الحجز ده ممكن ما يخليهمش ياخدوا مرتباتهم. فلازم انهم يعملوا كده عشان كل واحد فيهم عنده بيت وعنده عيال وعنده. فالناس النهاردة بيدعموا المستشار عشان ضد ممدوح عباس. طيب المستشار النهاردة بدأ الحوار بتاعه وقال بقول لشبانة اللي بيقول الاهلي حطوا فلوس كهربا في الحساب اللي حاجز عليه ممدوح عباس. الحساب موقوف. وفلوس وهيتحط ازاي فلوس في الحساب وبعدين الزمالك هو اللي يقرر. بص بقى النقطة دي. الزمالك هو اللي هيقرر يحط الفلوس. الاهلي يحط فلوس في اني حساب. وانا لسه حكي لكم الموضوع ده من شوية. واحد جاي بيقول لك انا عايز ابعت لك تحويل 10 جنيه. عايز ابعت لك على فودافون كاش. ابعت لي الرقم بتاعك. انت بتعمل ايه؟ بتبعت له الرقم بتاعك. فالزمالك هيبعت الرقم الحساب اللي هو عاوزه. وصلت؟ طيب قال المستشار تاني. الاستاذ محمد الاتربي والاستاذ عمرو الجنايني تواصلوا مع ممدوح عباس عشان الحجز على نادي الزمالك ونادي الزمالك بيجيب صفقات ونادي الزمالك بيجيب لعيبة. فالاستاذ عمرو الجناني والاستاذ محمد الاتربي تواصلوا مع ممدوح عباس قالوا له يا عم حرام عليك النادي هيخرب انت كده بتعمل ايه انت بتسوي ايه. ممدوح عباس قال لهم ايه ما يخرب. وانا اتفق مع الاستاذ ممدوح عباس تماما. هو الراجل مش فارق معاه يخرب ولا ما يخربش لان اللي مفيش حد دمر نادي الزمالك وقضى على نادي الزمالك غير ممدوح عباس. فحتة بقى يخرب ما يخربش بالنسبة له
هو مش فارق معاه الزمالك، وانا قلت لكم الكلام ده على طول، ممدوح عباس مش زملكاوي. طيب ايه تاني؟ المستشار بقى اطلق قنبله، اشرب بس كده واحكي لكم القنبله. المستشار مرتضى منصور قال القرض اللي ممدوح عباس اقرضه لنادي الزمالك القرض ده تسدد. ايه؟ اه والله القرض الزمالك سدده لممدوح عباس، يعني الخمسين مليون ولا الاربعين مليون بتوع ممدوح عباس اتسددوا بجد؟ اه والله. طب انت بتقول كده ليه؟ المستشار طلع الشيكات النهارده، صور الشيكات، وقال لك كل الفلوس دي تم سدادها. امال الحكم ده ايه؟ ما اقدرش اقول لك. طيب ايه تاني المستشار قاله؟ المستشار قال ان اصلا القروض دي من 2008، فانت جاي لي دلوقتي بعد ما عدى كام سنه من 2008؟ حوالي 14 سنه، وجاي لسه فاكر تطالب بفلوسك؟ وقال ممدوح عباس اخد فلوسه كلها بالمستندات، وقال كمان مفاجاه، باب الترشح لنائب رئيس مجلس اداره الزمالك مفتوح بقاله اسبوع، وحتى الان لم يتقدم اي مرشح لنائب مجلس إدارة نادي الزمالك. وتعالى بقى خد الحتة دي، انت برضو بتتعامل مع مرتضى منصور، بتتعامل مع مرتضى منصور. قالك هنفترض انتوا هتوقفوا الحسابات بتاعت نادي الزمالك، قال مش هحط فلوس في البنك. يا عم ده في مخالفة عليك، مش مشكلة مش مشكلة، ولكن مش هحط فلوس في البنك، ولو مخالفة مخالفة بس مش هحط فلوس في البنك. طيب اتكلم بقى المستشار على الصفقات، واتكلم كلام مهم قوي على الصفقات. قال اخترنا وش القفص، اخترنا وش القفص من كل صفقات نادي الزمالك اللي في الأندية، اخترنا وش القفص في الصفقات. أمير سيعلن غدا عن صفقات نادي الزمالك، مفيش لاعب وضع شروط مالية على الزمالك، ده بخصوص دونجا اللي أنا قلت لكم امبارح كان عاوز رقم كبير، النهارده المستشار بيقول لأ مفيش لعيب حط شروط مادية تعجيزية على الزمالك. وقال أوباما لم يطلب المساواة بعقد زيزو، لأن كان طلع إن أوباما أنا عاوز يتساوى بعقد زيزو، وأنا دي غريبة يعني. وقال عدد الصفقات 10 صفقات، 10 صفقات، ومن ضمن الصفقات دي باك يمين واتنين خط وسط وجناحين ومهاجم مضيت عقده امبارح، مهاجم اجنبي مضيت عقده امبارح. طيب مين هو الباك اليمين يا عم محمد؟ معلوماتك واصحابك وكواليسك، مين هو يا عم محمد الباك اليمين والاتنين الجناحين والوسط والكلام ده كله؟ مش عاوز تعمل لايك؟ اعمل لايك وشير، والرجال على الفيسبوك لايك وشير عشان اقدر اقولك، ولو ما اشتركتش في القناة هزعل منك. اعتقد الباك اليمين بنسبة تتخطى 90% عمر جابر، ناس بتقول كريم العراقي، ولكن عمر جابر. طيب مين الاتنين وسط يا عم محمد؟ الاتنين وسط دول فيهم كلام، وانا عاوزك تكتب لي في التعليقات هم مين. واحد منهم دونجا، ده خلاص دونجا بيراميدز، ده واحد منهم. مين التاني يابا الحاج؟ التاني اقرب واحد، اقرب واحد جنب دونجا محمد هلال، محمد هلال. طب مين اللي بعديه قريب يا عم محمد؟ عمرو السيسي، عمرو السيسي. طب مين اللي بعديه يا عم محمد؟ مروان عطيه، لاعب الاتحاد. لا محمد هلال بيلعب 8 في نص الملعب، محمد هلال بيلعب 8 في نص الملعب مش وينج. طيب مين الاتنين وينجرز اللي المستشار خلص معاهم؟ مين؟ الزناري خلص، الزناري خلص خلاص. مين بقى يا سيدي الاتنين الجناحين
اللي المستشار خلص معاهم. تتوقع مين؟ تتوقع مين؟ لا مفيش حد من فاركو، مفيش حد من فاركو، لان فاركو موقوف القيد ومش هيسيب اي لعيب لانه مش هيعرف يشتري مكانه. مين الاتنين جناحات يا عم محمد اللي الزمالك مخلص معاهم؟ اقول لك مين وتضرب اللايك يا غالي. الجناحين اللي الزمالك خلص معاهم ده توقع مش معلومه. واحد بيقول كهربا، يا عم حرام عليك، ناخد فلوسنا الاول وبعدين نجيب كهربا. يعني الجناحين من وجهه نظري يعني انا كمحمد، رقم واحد مصطفى فتحي، رقم واحد مصطفى فتحي. طب ومين التاني؟ التاني عبد الرحمن مجدي. طب ومين التالت؟ التالت الاقرب احمد عادل ميسي بتاع الاتحاد. التلاتة دول اعتقد ان الجناحين اتنين منه، اعتقد ان الجناحين اتنين منه. عبد الكبير الوادي لا، لان عبد الكبير الوادي لعيب مغربي فيعتبر اجنبي، واللعيب الاجنبي الخامس مهاجم وقع للزمالك امبارح، المستشار مضى العقد بتاعه امبارح. حلو حلو. طيب برضو خبر وبعدين هرجع لكم للصفقات تاني. المستشار طمن العمال قال لهم مرتباتكم هتاخدوها في المواعيد بتاعتها، وما تقلقوش من موضوع غلق باب القيد، وكل واحد ليه مرتب هياخده في ميعاده، وكمان في منحة للموظفين خلال هذا الشهر.